عندي حلم. أول برنامج شبابي مسابقاتي لريادة الأعمال في الجزائر. يجمع 60 شاب من مختلف الولايات باش يجربوا عدة تحديات ومغامرات. والوحيد اللي يتخطى كل هذه الصعوبات ويقدر يقنع لجنة التحكيم هو اللي يفوز بلقب الموسم. لازم تغتنموا الفرصة وتمدوا كامل واش عندكم. نقدر نحقق حلمي بإذن الله. صح انتم ما راكمش هنا باش تديروا شوبينغ ها؟ اتنسيون، راكم هنا باش تخدموا. ريدي؟ يس. التحدي، الخوف، الحماس، التردد، العزيمة. This is really good opportunity I'm willing to gain. Such a national program that will be broadcasted on national TV. Maximum exposure. منافسة كبيرة بين المشتركين. بصح رابح واحد برك هو اللي راح يحقق الحلم ويربح 100 مليون. J'ai appris de mes défaites. À la belle Ibli, tu vas sortir de cette magnifique expérience. Rabah sur toute la ligue. دكتور زكي علال، طبيب وباحث مقاول وبيانيست. بعد ما قرأ في جامعة وهران، هارفارد، أوكسفورد وستانفورد، ولا سفير تاع University of Singularity اللي تابع لجوجل في فرنسا، وين يشرف على مسابقات مقاولتية. فنياً زكي سجل ألبوم سماه سيليسيال، ودار بزاف لي كونسير في الجزائر وفي الخارج، كيما كارنيجي هول في نيويورك، ستانوي هول في لندن، زوج من أرقى القاعات في العالم. علي عزوز بي دي جي واكسيونير تاع بزاف شركات اللي تخدم في التكنولوجي كيما ايكوسنت وسي بي اس اي اكزيروكس. قرا في جامعه جنوب كاليفورنيا في لوس انجلوس وتحصل على ماستر وملتم بدا يخدم عند اكزيروكس عام 1980 وقعد 3 سنين في سيليكون فالي قبل ما يولي للجزائر ويولي كونتري مانجر مع نفس الشركه عام 1989. من تم ابدع لي عزوز ينفيستي في الشركات في نفس الدومان اللي كانت اهمها شركه ايكوزنت. علي عزوز بزاف اكتيف في الجمعيات المهنيه، بزياده على كونه رئيس جمعيه انجاز، هو نائب رئيس غرفه التجاره الامريكيه بالجزائر، وعضو مؤسس نائب رئيس ستارت اب انيشيتيف الجيريا وانجلز كاسبا بيزنس. ليلى أكلي مرمدة الدبلوم من معهد الوطني للتجارة. ليلى أكلي خدمت مديرة تسويق واتصال في بزاف شركات عالمية قبل ما تقرر تحل شركتها في مجال العلاقات العامة، واليوم راهي مستشارة مع بزاف شركات وطنية وعالمية. هي سفيرة الجزائر لبرنامج الأمم المتحدة Women Entrepreneurship Day. أندرو فيرون من الولايات المتحدة الأمريكية من مدينة بالتيمور بالضبط، جاء للجزائر عام 2013 وين كان يخدم في مجال التعاون الدولي. أندرو عنده ديبلوم في العلاقات الدولية من جامعة واشنطن، يحب بزاف اللغات وين تعلم الفرنسية كي كان صغير. في الجامعة تعلم اللغة العربية وطورها أكثر كي سافر لبلدان الشرق الأوسط والمغرب العربي، وكي سكن في الجزائر ولا يهدر بالدارجة الجزائرية. في سنة 2004 ابدا أندرو يحط تصاور خاصة بالسياحة والتراث في البلوغ ديالو اللي سماه ابرو بطوطة. أندرو تشهر بهذه الصور خاصة في المواقع التواصل الاجتماعي. حاليا راه يخدم فايل ديريكتور في مؤسسة وورد لورنينغ ألجيريا، وهي مؤسسة عالمية غير ربحية عندها أهداف تربوية وتعليمية. سليم عتماني رئيس مجلس إدارة شركة رويبا ورجل أعمال عضو مؤسس تاع بزاف شركات. بس وصل كامل هذا، سليم عتماني مهندس دولة في الإعلام الآلي خريج جامعة تونس، متحصل على MBA Mediterranean of Business School. ما بين 1991 و 1999 خدم في الشركة اللي أسسها مع عائلته كوكاكولا فريتال. أون بلوس على كامل هذا الشيء،
سليم أسس وترأس خلية التفكير تانك ثينك كير، وهو تاني مؤسس عد جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات المنتدى الاقتصادي المغاربي وغيرها من الجمعيات المهنية والثقافية. اليوم راح تنطلق رحلة تحقيق حلم 60 متسابق، وقع عليهم الاختيار والتحقوا ببرنامج عندي حلم. انطلاقا من هذه اللحظة راح يعيشوا مجموعة من التحديات راح تحدد شكون فيهم اللي يستحق اللقب. عندي حلم هو البرنامج اللي يجمع الشباب الجزائري من الجزائر كامل في بلاصة واحدة على جال هدف واحد. زاكي، مرحبا بكم ومبروك عليكم. تم اختياركم باش تشاركوا في المسابقة هذه، ولكن لازم ما تنساوش فرصة كما هذه تجيكم مرة في حياتكم، لازم تختنموا الفرصة وتمدوا كامل واش عندكم. ليلى، دونك راح نتعبوا ايفيكتيفمون بصح لازم تتعبوا باش تعلموا، راح نتعلموا بزاف انصامبل، وكل واحد فيكم يمد الماكسيموم تاعو باش تقدروا تحققوا الحلم ديالكم. كل واحد جاء معاه حلم، وباش يتحقق هذا الحلم راح تفوتوا تحديات ومرحلات، لكن لازم تكونوا على اوتور. سليم، رم 60 يبقى غير واحد فيهم، 59 يعودوا يكملوا في الاحلام تاعهم. التحدي الاول اللي تجوزوا عليه هو سنيوه والكاس، لازم ترفدوا سنيوه اللي فيها الكاس اطول مده، واللي يطيح الكاس ولا سنيوه ولا حدا يده تقيس الحبل يخرج مباشره. التحدي ماشي سهل كما كان يبان في النظره الاولى، ماهوش اختبار للقوه الجسديه ديالكم، مي راح نشوفوا قوه التركيز، التحدي، التحمل والاصرار عند كل واحد فيكم، وهذا هما اسرار النجاح. Ready? Allez les jeunes, allez! Les bras tendus, s'il vous plaît. Fermez les yeux et respirez. Je connais rien de la azima. اللحظة نهاق كي قانون لما علو التوالنج تاع الكاس. أنا واحد من الناس كنت نقول لهم خدم طوازن في الجامعة سيرفر. I was working as a waiter, so something easy peasy. مع الخرم فريمون تعبت قيمت غاتوندو غاتوندو بلوس توندو بلوس توندو. توشي لو فيل انكور توشي او با توشي لو فيل بي. Elle est honnête. C'est extraordinaire, bien entendu. Qui t'a le plateau Alors, ça, c'est la fin. واحد الحاجه الثانيه مهمه بزاف هي شغل لا باسيونس، لازم تصبر ثاني. ما واحد باش ينجح لازم باش ينجح في حياته لازم يصبر. كاين عباد كاين يقول لك بلي هذا شغل هكا كبر، مي هو كان عنده بيت هايل بزاف. Mon objectif c'est de construire ou de faire un concept d'une start-up dans le domaine logistique. Hadi l'émission c'est une nouvelle expérience pour moi, j'ai pas l'habitude de d'être derrière des caméras et tout, c'est une belle expérience franchement c'est enrichissant. Voilà, alors Badreddin, parfait. Prenez en photo Badreddin, ça va être l'exemple. Story était quand même. C'est bon. Comme ça, comme ça. Voilà, ça. Zaki, ah, accroche-toi. J'étais éliminé. Un, deux, et cela. Ça paraît, c'est simple et facile, mais après, quand on a commencé
Donc c'est un peu difficile. Andrew, first one. كسل يد كسل يا يا طلع شم كسل الله طلع طلع كسل يدي كسل يدي Inattendu. Avec le temps. هذاك لو مومون انا كنت نتسنى في كونديدا واحد اللي راح يطيح له الكاس بيس كانوا يحسبوا له ومن بعد سبونطاني طب لقيت الكاس تاعي طاح كانت اكسبيريونس هايله بزاف بزاف تلاقيت ناس سلمت منهم ان شاء الله يكونوا ديز اكسبيريونس كيما هادو في الجيري منا وجاي و يكونوا ديز ايدي اخرين سيتي اون استراتيجي جو فولي فير سافوار كوم سي جيتي On va dire, j'étais fatigué, c'était dur. Mais je voulais faire au candidat, genre, je vais baisser les bras, mais non. Je remontais à chaque fois, et ça a payé à la fin. Les بنات, راهي جدلتكم. انتم موالفين ترفدوا سنيوات. بصح هذه الخطرة شوية سبيسيال. راح تبان لكم سهلة بصح هي. Tout à fait le contraire. Allez. Mmh. Ah, Sabrina, reste là. Allez, bye bye, merci, ça y est, s'il vous plaît. Touchez avec la chemise. Le fil. Ah ouais. انا تمنيت اني نجي للبرنامج باش نستفاد من الاساتذه ولا باسكو عرفت من بعد انه راح يكون معنا وحدين يعلمونا دونك نروحوا لي زونتربريز باش نشوفوا صوالح حد اخرين تمنيت لو كان استفدت من هذه التجربه ولكن للاسف كم ça C'est parfait. Celui qui fait tomber ou il touche le fil, il va dans son lit rêver. Accrochez-vous et battez-vous. Le challenge quand je suis à difficulté parce que بريميرمون الفيغ هذاك ما كانش سونطري فوق البلا تسمى من نكسل يدي يبغي يطيح الفيغ تسمى نعاود نقعد شويه هكاك ومن بعدها شغل يا اون فوا تشوف في الكاس تسري ساي تبدا يدك تفيبري غير وحدها بيان دائما نحب التحديات دائما نحب نكون في مسابقات وين نكون نطور القدرات تاعي وين نحط روحي في السيتويشن هذيك وين نخلي روحي انا يعني نتحدى نفسي في حد ذاتها جيت البرنامج عندي حلم من اجل اظهار موهبتي وفي رياده الاعمال وكذلك نشر مشروعي لبناء هذا الوطن ان شاء الله انا متعود مع الطلبه تاعي ندير لهم الاكتيفيتيز هذو تاع ليدرشيب تيم ورك نديهم بزاف ندير لهم الكريم كسر يا عبد الكريم بتشوف معك يا عيني بتشوف معك يا عيني هم بعيني كسر هات توصل 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 هات توصل
Touché. Bon, la concurrence est très grande et les gens qui sont avec nous ont des capacités et des compétences. Mais Inch'Allah, j'ai confiance de moi et je vais nous aller loin, Inch'Allah. كان عندي أمل أن نكون من 16 لكن للأسف هذه شروط البرنامج والحمد لله أملنا كان آخر شيء والحمد لله استفدنا جزء صغير ولكني في المعنى كبير جدا. وجدوا روحكم مليح كونسونطريفو بيان اي طوندي لو برا على بالي نتوما اللي مازال ما لحق دالتكم راكم مقلقين بزاف ولا بريسيون راهي غير تزيد خاصه بعد ما شفنا المشتركين اللي حبس الحلم تاعهم عند كاسما. ايه صعيبه باش تقبل الفكره انه الحلم ديالك يحبس في بدايه المغامره. التحدي ماشي سهل كيما كان يبان في الاول وهذا هو الدرس اللي لازم نتعلموه حاجه ما نحقروها بالعين. شوف سي علي كسلو نتايا فلوس كسل يد فوالا محمود هيا لي جون هيا لي جون كوراج سيف الدين كسل شويه يد هيا محمد ما من نبل ما يحبش Aïe, 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 aïe. Merci, c'est l'expérience, hein. L'expérience. Bras tendu. Hop, hop là. 3, 4. شافوا الآخرين و. شغل مش حسيت شغل انا كنت ديجا فيزيك معينه وشغل ثاني شغل مع لو ستريس ايتو شغل كنت فريمون شغل ما كنتش مكونسونطريا بيان كنت عيانه سي بور سا كنت بزاف عيانه فيزيكمون على هذيك شغل شديت افان كو سي بون شغل لا ديرنيير مينوت طلقت. Alger chez Rangatabouer était tout à fait heureux de supporter le programme Andy Holm. Dans ce cadre-là, quand on nous a contactés pour la première fois, nous étions tout à fait enthousiastes. Dans ce cadre-là, nous avons bien évidemment ouvert les portes du Holiday Inn. Nous avons donc mis à disposition la salle Zakhar. Cette salle Zakhar qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes. Nous avons aussi ouvert les portes de nos chambres. Donc les candidats ont pu bénéficier de toutes les installations, aussi bien que ce soit dans les chambres avec toutes les amenities que nous offrons. Nous avons aussi ouvert les portes de notre partie restauration avec notamment un restaurant classique qui
offre des buffets. Nous avons également un restaurant gastronomique, un restaurant qui est au 25e étage, qui s'appelle le restaurant Le 101, et qui lui aussi offre une vue époustouflante le soir. Et puis, en dernier pan de l'offre, nous avons l'offre loisirs avec nos spas qui ont des salles de massage, deux piscines, une piscine extérieure, une piscine intérieure, et puis également un fitness. Alors, nous misons beaucoup sur cette jeunesse qui veut entreprendre dans le cadre de l'émission qui est la thématique. Nous supportons tout à fait ces initiatives de lancer des projets. Au-delà de ça, évidemment, nous souhaitons bien sûr bonne chance à tous les candidats dans le cadre de tous leurs projets et de pouvoir continuer de très belles carrières professionnelles. شفنا التشالنج الاول من عندي هولم وحبيت نشكر كاع لي جون الستين على جهودهم في هذا التشالنج وخصوصا هادو 8 اللي راهم معنا هنا وحبيت نجوز لا بارول لي جوج باش يفهمونا في واش شافوا في هذا التشالنج الاول. شكرا. في هذا التحدي اللي كان يبان سهل جدا في الحقيقه كان صعب، والتحدي يبين اهميه القوة الذهنية وأهمية التركيز، لأنه جست صغير كانت عنده نتيجة كبيرة. ويبين أيضا كما يقول لك بالإنجليزية work smarter not harder، أعمل بذكاء. لو كان نلاحظه كان فيه بعض المتنافسين اليوم اللي قعدوا طولوا وما تعبوش، علاش؟ لأنه فهموا الفيزياء، رجعوا للرول كسلوا يديهم où ils ont contrebalancé برجل. Ils ont compris l'anatomie تاع le corps, ils ont compris le physique. ولهذا هادو هما زوج دروس اللي تعلمناهم هذا التحدي، أهمية الذهنية وأهمية الذكاء. شكرا. انا حبيت نقول لكم بلي faut pas être triste. Le parcours تاعنا quel que soit le challenge اللي on se fixe des fois on est éliminé mais c'est pas un échec. Chaque expérience نتعلموا منها اشياء اللي تفيدنا في لا بروشين اكسبيريونس. دونك انا اللي عندي نصيحه نقولها لكم، استفيدوا من الاكسبيريونس هذه اللي ان شاء الله تجعلكم الخضره الجايه، وجيسبر يكونوا دوتغ اوبورتونيتي تروحوا بلو لوان ان شاء الله. مبروك عليكم انتم ال 52 اللي مازال واقفين مور التشالنج الاول. دركا على بالي بلي حبيتوا تشوفوا التشالنج الثاني، ولكن في الاول لازم تجوزوا على لا بواطا بريسيون. واش راكم لي زيبول سافا با ترو دور؟ ديروا سبور ولا ما ديروش؟ شكون فيكم يحب يولي شيف؟ ربيع دونك يلا تو ترو تو موند فو دوفينير شيف. نختاروا غير اربعه. اندرو فسر لهم شويه كيفاش لا بواطا بريسيون هذه. الكونسيبت تاع لا بواطا بريسيون هي بواطا صغيره لازم تدخلوا فيها ونطرحوا عليكم الاسئله، تجاوبوا عليهم الى الجواب صحيح وفي وقت قصير تخرجوا اولين في الكلاسمون. وهذاك هما لي شيف. فهمتوا؟ فهمنا. ايا يلا ليتس جو. لا بواطا بريسيون الكونسيبت ساهل، كل واحد فيكم يدخل لداخل راح تلقاو طابلات فيها ثلاث أسئلة ولازم تجاوبوا عليهم صح في 30 ثانية. بصح كاين تفاصيل واحدة أخرى لازم تعرفوها. بعد 10 ثواني الأولين راح يشعل واحد الضوء بالك يقلقكم، وبعد 20 ثانية نسمعوا واحد الصوت بالك يديرونجيكم ثاني. وفي هذا التحدي رح نختبر الذكاء، السرعة، الثقافة العامة، الهدوء والتحمل عند كل واحد فيكم. لا بواطا بريسيون رح تخلينا نخيروا لي ميور باش يكونوا هما لي شيف ديكيب. إيوي رح تكونوا مجموعة صغيرة باش تخدموا مع بعض، وكل مجموعة عندها القائد ديالها لو ليدر اللي راح يخير هو بنفسه أعضاء الفريق دياله.
واش اندرو زون بيان ترافايي هان وي شويه ها نشوفوا النتائج نشوفوا النتائج عليه نبداو اول واحد محمد 40 بعد نمر 15 بدر الدين صافا سيتي با ترو ديفيسيل صافا لي زيبول تو راكم مليح لاباء لا بواتا بريسيون الكل امبيكابل بيان صابرينا نيميرو 11 وين راهي حبيب نيميرو 52 حبيب allez On est très content de vous voir. Andrew, تفضل. احكي لهم شويه الحكي كيفاش فنديروا درك ها؟ يلا. شوف كل شيء مبروك عليكم. درك انتم لي شيف ديكيب. دونك عندكم الحق باش تخيروا لي زيكيب نتاعكم. 12 كل واحد. صح تجوزوا كل واحد في دالته. ونبداو بمحمد. دونك محمد شكون الشخص الاول في ليكيب نتاعك؟ الحقيقه كاع الاخوه تاعنا وكاع في مقام واحد. ولكن اللي كنخيرو انا نخير هشام هشام تفضل هشام تفضل هنا معاه قدامه فوالا شكرا صبرينا تفضلي صراحة الاختيار صعب بالنسبة لي ولكن راح نختار ليلى نيميرو 12 بدر الدين تفضل اوكي سي بارسي نيميرو 24 زين تفضل و حبيب اي بور موا محمد محمد تفضل محمد هيا سي بون لي بريمي يا درا كيفاش راح يكون الاختيار وعلى اي اساس خاصه ما تتعرفوش مليح نتوما بيناتكم وما على بالكمش التحديات الجايه جيت فريمون سوربري فيو كاع البوتونسيال اللي كان معنا في الاخر كي خرجت انا في هذيك لاكسون فريمون جيت vraiment très surexcité malgré qu'il y a la responsabilité etc etc mais j'étais très ravi d'être sélectionné je me suis choqué vraiment avec la boîte ou avec le stress avec la boîte de pression vraiment donc je suis fait même les gens qui étaient là ils m'ont dit non je pense pas que je vais gagner avec le channel mais finalement c'était Dans le groupe تاعي ديته parce que بغيت كل واحد في الجروب عنده un point fort genre يعرف ديت في كاع لي دومين genre بغيت نكون دايره جروب يشمل جميع التخصصات ويكون عنده مهاره اللي قد يعاونني وندي نستفاد منهم ومام هما يستفادوا مني genre كنا متفاهمين سيتي بيان باسي الحمد لله زعما تفاهمنا في بدر الدين حبيب صبرينا ومحمد انتم اللي شفت الكيب اللي خرجتوا من لا بواطا بريسيون خيرتوا لي زيكيب نتاعكم تركا راح نشوفوا الا خيرتوا مليح ولا لا راح نسمعوا لي جوج اللي يحكوا لنا على لي ريك دو جو والفكره تاع التحدي الثاني وهو ماي ايدنتيتي تفضل في هذا التحدي راح نعطوكم ورقه وعندكم 15 دقيقه باش تعطيو اسم للفريق تاعكم ديروا ان لوغو وثاني تمدوا للفريق تاعكم شعار ان سلوغان Alors, là, nous avons besoin d'autres choses. Nous avons besoin d'un travail qui est cohérent, bien sûr, bien avec les trois éléments. Nous avons bien sûr de la créativité. C'est très important. Et madame, nous avons besoin d'un travail. Nous avons besoin d'un travail. Maintenant, on va vous tester sur le challenge collectif. So, show us your teamwork. Je veux en face de moi, pas quatre équipes différentes. Quatre équipes nationales algériennes de football et quatre entraîneurs comme Belmadi. Le leadership et que le meilleur gagne. Merci. المغامرة بدأت هسا خاصة بعد ما غادروا المتسابقين الثمانية في المرحلة الأولى وماي ايدونتيتي هو التحدي الثاني لنهار اليوم بالصح هو الأول في الترافاي كوليكتيف هيا نبدأ 1 2 3 جو وين كون
دريم. في الاول كل واحد كان يمثل نفسه، بصح دركا لازم تخدموا في جماعه، حاجه بالك ما راحش تكون سهله على كالكوزون، بصح مهمه بزاف في الحياه المهنيه. هذا لو تشالنج راح يخلينا نكتشفوا الابداع اللي عندكم وكيفاش راح تكومونيكيو بيناتكم، وخاصه العمل الجماعي. هيا يا جماعة يلا، ما كاش الوقت بزاف، 15 دقيقة برك تبينوا لجنة التحكيم بلي تستحقوا هذه الفرصة اللي جات حتى لعندكم. لازم كل واحد فيكم يخرج واش عنده، الحماس راح كبير، وعلى حساب شوفة راكم متفاهمين، تقول تتعرفوا من زمان. الوقت راهو خلاص، وراح تقدموا الخدمة ديالكم درك لجنة التحكيم، بصح كاين مفاجأة صغيرة راهي تستنى فيكم على الأخر. هيا عندنا الليدر تاع لي زيكيب راهم واجدين باش يقدموا لو ترافاي تاعهم. التشالنج الثاني ماي ايدنتيتي، رايحين تقدموه لي جوج اللي يحبوا يسمعوا واش درتوا في هذه التشالنج، ومن بعد بيان سور رايحين يديروا لكم لي نوت باش نشوفوا شكون يربح في التشالنج هذا. نبداو بلا بريزونطاسيون تاع بدر الدين، راح يكون عندك دقيقه واحده من بعد لي زوتر. تفضلوا بدر الدين، عندك دقيقة واحدة. هنا جو جو. بالنيابة، أولا بالنيابة عني وعن جميع فريقي، نريد أن نشكر بسادة برنامج لي جوري وجميع الطاقم تاع اي هاف ا دريم اللي عطاتنا الفرصة أن نحققوا الحلم تاعنا. دونك فوسي لو فري دو نوتر ترافاي، دريم دي زد الجيريان دريم تيم. Together, everyone achieves more. Voici le fruit de notre travail collaboratif polyvalent. On a des jeunes de toutes les régions de l'Algérie, le sud, le nord, l'est, l'ouest. Et après tout notre travail collaboratif, voici notre résultat. Des Algériens Dream, qui est cette étoile qui représente l'espoir algérien, le rêve algérien de la jeunesse algérienne, et le monument de Maqam Shahid qui représente l'Algérie. Team, together everyone achieves more. Because it was never about me, it was about we. Class. Yes. جوزو لصابرينا، صابرينا تفضلي عندك دقيقة واحدة جو. شكرا، السلام عليكم. راح نقدم لكم اسم المجموعة تاعنا اللي هي بيغاس. ماذا تعني بيغاس؟ بيغاس هي البوريق، أكيد الجميع راح يتساءل على هذا البوريق. هو عبارة عن أسطورة قديمة في الحضارة الإسلامية، وكانت تشمل جميع الحضارات الإنسانية واللي تمثلنا كجزائريين أكيد. وهذا يرمز إلى العديد من المبادئ مثل النقاء، الأمل، قوة البصيرة، الإبداع والسرعة والصبر طبعا. وهذه المبادئ شفتها تشمل جميع ومختلف الأفراد اللي كانوا معايا في المجموعة صراحة، فكل فرد عنده رمز من هذه الرموز اللي لقيته في البوراق. وشعارنا هو طاير في أحلامي نحقق في أهدافي، لأنه بوراق بما أنه يرمز إلى لي جوج يبخن نوت. سمعوا مليح واش تقولوا. جوزو دوكا محمد، سي محمد عندك دقيقة واحدة تفضل جو. بسم الله الرحمن الرحيم. قناد محمد، قائد فريق ديزرت نايت. ديزرت نايت هي فرسان الجزائر. علاش حنا درنا الرمز تاعنا الفارس؟ لأن في لعبة الشطرنج الفارس يتخطى كل العقبات، ودرنا 13 النجمة معناتها 13 لعدد الفريق تاعنا. إذا حذفنا كلمة كا تبقى نايت، نايت هو اللون تاع الفريق تاعنا الأسود، معناتها اللون تاع الفريق تاعنا. الشعار تاعنا درنا فروم داركس تو لايت، معناتها من الظلام إلى النور. كل واحد فينا، كل فارس من الفرسان تاعنا قبل ما يجي هنا الحصة كانت أفكاره وأحلامه في الظلام، وإن شاء الله احنا رانا جايين هنا الحصة باش نخرجوا للنور بإذن الله. بارك الله فيك. طيب شكرا محمد. سي حبيب راك واجد؟ جو فوا جو فوا جو فوا راني نشوف.
يلا سي حبيب عندك دقيقه واحده تفضل جو. جو كومونس نشكر الفريق تاعي بزاف اللي عاونني وراني جاي نهضر في لابارول تاع الفريق تاعي اوكل كيما دار. انا جاي نبريزونتي التيم تاعي اللي هو ريد دريم. على ريد دريم باسكو هنايا نبريزونتي لو لوغو سي لي كولور لا كولور ريد كي ديمونتر ليسبوار لا فولونتي لونتربرونيا سورتو ولو تري نوار اللي مبين لنا الشجاعه تاع ليكيب تاعنا ولا ليتوال اللي راهي جايه من بعيد اللي حتكون تشوف كاع لو موند. احنا الشجاعه تاعنا تخلينا نهزوا لو موند ونكونوا البروجي تاعنا بارتو دون لو موند. ولو ريد لي بلوز امبورطون لي بلو قريب للقلب تاعنا والدم تاعنا اللي يمشي اللي هو الريد وراه قريب بزاف اللي هو الكولور تاع التيم تاعي اللي جاي من بلوزيغ ريجيون دو لا بلوزيغ سبيسياليتي لاسترونومي لا دومين بيترولي اي تو. دونك السلوغان تاعنا سيتي كوا سيتي ريد دريم بيست 13 و 13 سي لو نومبر دي بارتيسيبون دو مون تيم اي واتش اوت. شكرا حبيب. دونك حبيب محمد صبرينا وبدر الدين نشكركم بزاف بزاف على لي بريزونطاسيون هادو ولي زيكيب نتاعكم اوسي ميرسي بوكو يعطيكم الصحه. دركا حبينا نسمعوا من لي جوج واش رايهم في هادو لي بريزونطاسيون. لي جوري تفضلوا. الوغ قبل ما نبداو نهضروا حبيت نشكركم على العمل اللي درتوه وحسينا فريمون باللي كاين ان ترافاي ديكيب وحسينا بلونفي تاعكم دو ريوسير اي دالي بلو لوان. دونك ميرسي بوكو على العمل هذا اللي درتوه. ميرسي على الابداع ثاني اللي قدمتوه لنا اي جو لاس زكي كونتينوي. بدر الدين بروميير ايكيب اسكو تقدر تطلع لا فوي تاعك ديسكريتمون و تو دون اون نوت لا دوزيام ايكيب. Eh, tu as noté le logo ou je raïque la deuxième équipe. Sans montrer. 0, 1, 2. 0, 1 ou 2 Ou 2. Ou le chrine, mais il faut. Blam, il faut. Tu as la feuille, vous la cachez. Sabrina, est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as l'équipe de Mohamed? Mohamed, tu as dit que tu as dit que l'équipe de Habib. حبيب بس تقدر دير نفس الشيء على ليكيب تاع ايوا عندنا لي كات سكور. عندنا لي كات سكور راح نشوفوا لي كات سكور. اسكو تقدروا تطلعوا لي دركا لي في باش نشوفوا واش درتوا لي نوت تاع لي زوتر ايكيب. ايوا شحال هذاك ستان دو tu peux le refaire s'il te plaît. محمد شحال النقطه تاع اللي مديتها؟ واحد اثنين واحد واحد اثنين بون. صابرينا بو نو زيكسبيكي وعلاش حطت واحد لمحمد؟ معليش تحب تخليني. اولا انا في اللوغو هو الحاجه الوحيده اللي عجبتني في المشروع، لكن في فروم داركنس تو لايت يعني شفتها فكره عامه يعني يعني ما كانش ما شفتش بلي كاين عندكم هدف توصلوا ولا تروحوا بلي غادي تروحوا بعيد في الحلم تاعكم فروم داركنس تو لايت. مانيش نقص في المستوى تاع العمل تاعهم، لكن انا يعني فكرتي ان كون بدلتوا شكرا ولا كنتوا قادرين ديفلوبو اكثر. شكرا محمد. علاش مديت واحد الحبيب؟ ليكيب تاع حبيب ماشي الحبيب. أنا نظن أنتم الحاجة الأساسية اللي طلبتوها منا هو الإبداع، أن تكون فكرة حاجة إبداع. حقيقة ما شفتش إبداع بزاف، على بها مديت واحد. علاش ما شفتش الإبداع؟ بالنسبة لي ما كانش إبداع، كان عدد 13 باين ما حبيب علاش تادوني زوج البدر الدين؟ ليكيب تاع بدر الدين؟ Moi, je l'ai dit, je le redis. It's not about me. It's about we.
دوكا كون ما نرفدوش حنا لا جوناس لا بوبولاسيون الجيريان ما نترفدوش بيناتنا، شكون غادي يعاوننا؟ شكون اللي غادي يعاوننا ان نحقوا احلامنا؟ سي بور سا انا شت لا كرياتيفيتي، شت كان كاين كلش، كان كاين لا كرياتيفيتي، كان كاين لا كولوباراسيون، الناس راه جات من كاع لي كات كوان دو الجيري باش وصلوا لهذا الترافاي، سا دوموند بوكو ديفور، يعني يعطيكم الصحه. في رواد الاعمال كاين نوعين، كاين لي زوبورتونيست اللي يحوسوا يربحوا باي ثمن، وكاين لي براغماتيك اللي يكونوا موضوعيين حتى لو كان هما عندهم يكونوا فولنيرابل ويقدروا يخسروا. انا من البدايه قلتها لكم، قلت لكم نحب المنافسين اللي عندهم الكفاءه العزيمه وخاصه ينفعوا الاخرين وينفعوا الانسانيه، وعلى هذا الاساس كل فريق راح يدي لو نومبر دو بوين اللي يمدوا للفريق الاخر. هذه هي، دونك عندك 2 بوين 1 بوين 1 بوين 2 بوين. فوالا ميرسي بوكو. دونك على لا فان دو سو تشالنج عندنا ليكيب تاع بدر الدين اللي خرج مع 2 بوين، تاع صابرينا مع 1 بوين، محمد مع 1 بوين، وليكيب تاع حبيب مع 2 بوين. عندنا دو زيكيب يربحوا هما لي زيكيب تاع حبيب وبدر الدين. انتم تجوزوا في المرحلة الثانية عندكم ان تي بريفيليج فوالا، ولي زيكيب اللي خسروا عندكم تشالنج جديد. راكم واجدين؟ يلا ليتس جو. هذه هي المفاجأة اللي حكيت لكم عليها. ايوي لجنة التحكيم راهي تمد لكم درس في كل مرة. الفريق تاع حبيب وبدر الدين مبروك عليكم، ليكيب ديالكم انتقلت مباشرة للمرحلة الجاية. صابرين ومحمد ما حسبتوها الصحة، وعليها ليكيب ديالكم لازم تفوت بتحديات واحدة أخرى نكتشفوها في الحلقة الجاية.